طيب اليوم يا شباب ان شاء الله بدنا نحكي عن الكلاستر فاليديتي او الكلاستر فاليديشن، والمقصود فيها تقييم الكلاسترز الناتجة عن تطبيق الكلاسترنج الجوريثم. هل الكلاسترز هذه انه كويسة ولا مش كويسة؟ فبدنا طرق للتقييم. طبعا في عندك طرق معروفة للسوبرفايزد كلاسيفيكيشن، منها الاكيوريسي والبريسيجن والريكول، واللي احنا حنشرحها اليوم كذلك ان شاء الله باذن الله. تمام، فهذه للكلاسيفيكيشن للسوبرفايزد، ما بتنفع انا عندي للكلاسترينج. فبالتالي انا محتاج مقياس للكلاستر اناليسيس انه يحدد انه قديش الكلاستر هذه جود. تمام، فعليا انا محتاج هذا المقياس عشان اتجنب انه انا اعمل اوجد باترنز في النويز، لانه انا بدي اركز على الباترنز الرئيسيه، فبالتالي انه بدي احدد الكلاستر هذا كويس ولا مش كويس. تمام، وعشان اقارن خوارزميات الكلاسترنج مع بعض، وحتى انه انا اقارن الكلاسترز مع بعض، اقول انه الكلاستر هذا بالمقارنه مع الكلاستر هذا، فلازم يكون في عندي طريقه للتقييم. يعني على سبيل المثال لو عندك random points زي هيك، هيو زي ما انت شايف عندك هذه النقاط random، ممكن انه انت تعمل لهم clustering بطرق مختلفة. الكي مين عمل لهم تقسيم بهاي الطريقة، ديب سكان عمل لهم تقسيم بهاي الطريقة، الكومبليت لينك اللي هي الهيراركيكال clustering باستخدام الافريج لينك، انه عمل لهم كلاسترينج بهاي الطريقة. زي ما انت ملاحظ انه الكلاسترز هذه مختلفة عن بعض، فأي كلاسترينج هو الـ الـ الأفضل. محتاجين يعني احنا بنقارن انه كلاسترز ناتجة من نفس البيانات، فمحتاجين مقياس انه نقيم هدول الكلاستر. في عندي نوعين من المقاييس للكلاستر فاليديتي. النوع الأول اللي هو سوبرفايزد، وفي هذه الحالة انه بستخدم الكلاس ليبل. يعني ممكن يكون في انا عندي في البيانات كلاس ليبل ممكن استخدمه في تقييم الكلاسترنج. معنى ذلك انه انت لا يمنع انه تكون البيانات انه فيها كلاس ليبل انه انت تطبق عليها كلاسترنج، وهذا الكلام حكيته في المشروع، انه مطلوب منك، كتبت في السلايد، مطلوب منك تطبق اسوسيشن ومطلوب تطبق كلاسترنج، بغض النظر انت في عندك كلاس ليبل او لا. هذه شغلات اساسيه في الداتا اكسبلوريشن، او عفوا في الديسكريبتيف اناليتكس. فحكيت لو كان في البيانات كلاس ليبل، ممكن استخدم الكلاس ليبل هذا في تقييم الكلاسترنج. من خلال ايش؟ من خلال مقياس مثلا زي الانتروبي، وهذا بنسميه اكسترنال اندكس، يعني بقيم في الكلاسترز من خلال معلومات خارجيه. تمام، زي كيف بيكون انا عندي زي هيك، انت عندك هاي كلاستر 1 2 3 لغايه 6. تمام، وهذه الاتريبيوتس تبعتك انترتينمنت، فاينانشال، فورين، مترو، ناشونال، سبورتس. فهذه عباره عن القيم بتمثل السنترز تبعت الكلاستر. كل كلاستر، هاي الكلاستر هذا هاي السنتر تبعه بهذا الشكل. فحلقيت لكل كلاستر ممكن انه انت تحسب الانتروبي. تمام، ايش معنات هذا الكلام؟ معناته انه في كل كلاستر بتشوف العمود تبع الكلاس ليبل وبتقيس الانتروبي تبعه. ايش بيقيس الانتروبي؟ درجة النقاء، صح؟ مش احنا اخذناه في الديسيجن تري، احنا بنحدد الاتريبيوت الاكثر نقاء. تمام، ففعليا انه انت بتقدر تقيس يعني درجة النقاء، ودرجة النقاء بتعني قديش عدد الانستانسز اللي بتنتمي لنفس الكلاس، لنفس الفئه في كلاستر معين. هاجيت اذا كانوا كل العناصر في كلاستر بينتموا لنفس الفئه، لنفس الكلاس، معنى ذلك انه هو نقي 100%. لو كان في عندك بعض الانستانسز بتنتمي لكلاس اخر، معنى ذلك انه درجه النقاء تبعته اقل، فبالتالي ممكن نعتبره من مقياس من مقاييس الكلاسترينج. فبتلاحظ هنا انه انت في عندك عمود للانتروبي وعمود للبيوريتي. البيوريتي اللي هي درجة النقاء. تمام، يبقى انت هنا بتشوف درجة التشويش وهنا بتشوف درجة النقاء، لانه معادلة البيوريتي هي مشتقة من معادلة الانتروبي.
فبتيجي بتقول انه والله هذا الكلاستر نقي، هذا الكلاستر اكثر نقاء لانه البيوريتي فاليو لإله اعلى. تمام. وطبعا هذا الكلام انت بتحسبه هنا كافريج لكل الكلاستر، وبتيجي بتطبق لخوارزمية ثانية وبتشوف البيوريتي تبعت الكلاسترز باستخدام الخوارزمية الثانية، وعلى أساسه أنت بتقدر إنه أنت تحدد أي خوارزمية أفضل. الطريقة الثانية unsupervised، في حال إنه ما كانش في عندك كلاس ليبل، فمحتاجين هنا مقياس يعبر عن قديش إنه الكلاسترز هذه جيدة بدون ما نحتاج معلومات خارجية. والمقياس هذا اسمه sum of squared error أو SSE، وهذا بنسميه كذلك internal index لأنه بيعتمد على معلومات من داخل البيانات من داخل الكلاستر، ما بيعتمد على معلومات خارجية. تمام. هنا بحكي لي إنه أنا ممكن أستخدم السوبرفايز والأنسوبرفايز، معنى ذلك إنه أنت لا يمنع إنه أنت استخدمت الإنتروبي إنه أنت تستخدم الـ SSE معاها. تمام. فبالتالي إنه أنت بتستخدم هدول المقياسين سوا عشان تشوف تقيم الكلاستر. طيب، حكيت بدنا ندخل بالتفصيل بالنسبة للـ unsupervised measures، بدنا نقسمها لقسمين، قسم أو نوع نوعين، النوع الأول اسمه cluster cohesion والنوع الثاني اسمه cluster separation. cluster cohesion هو الـ SSE. تمام؟ فعليا أنت بتقيس المسافات أو sum of squares للdistances بين كل عنصر والcenter تبعها. تمام. وهذه الاس اس اي، هذا الكوهيشن. اما السيبريشن بقيس انه مقدار المسافات بين الكلاسترز، وهذه انا بقيسها عباره عن مجموع برضو كذلك. لاحظ انه انت في عندك هنا تو سميشن، هنا في عندك سميشن واحد. وعشان اوضح لك الصوره اكثر خليني ارجع هنا على اول سلايد لما حكينا انه انا في عندي لما حكينا في عندي انتر كلاس انتر كلاستر ديستانسز، انه هذه لازم تكون اقل ما يمكن. تمام. الانترا كلاس انتر كلاستر ديستانسز لازم تكون اقل ما يمكن، والانتر كلاستر ديستانسز لازم تكون اكبر ما يمكن. هذا هو الويل كلاستر، انه انت عندك المسافات بين النقاط قريبه. تمام. وهنا المسافات اللي بين كلاستر قريبة. فخلينا نرجع هنا عشان نشوف الكوهيشن. يبقى الاس اس اي حكينا انه هي عبارة عن تو سم، سميشن سميشن. تمام. بين الاكس ناقص ام اي بين كل نقطة والكلاستر تبعها بهذا الشكل. فانت لاحظ انت في عندك هنا هي كلاستر، وهي انت عندك كلاستر زي هيك، خلينا نعملها على تو كلاستر عشان انه احنا نبسط الامور. وهي انا في عندي نقاط، وهنا في عندك نقاط. حكيت الديستنس الاولى او sum of squared error الاولى هي عبارة عن المسافة بين هي السنتر، خليني احكي انه هي السنتر، المسافة بين كل نقطة والسنتر تبعها، كل نقطة والسنتر تبعها. فبالتالي هذا بعطي لك مجموعة من المسافات بتاخد السميشن تبعها. تمام. مجموعة المسافات هذه هي السميشن الأول اللي انت عندك. تمام. بيطلع لك عندك قيمة هنا هي عبارة عن مجموعة المسافات بين كل نقطة في الكلاستر والسنتر تبعها. أما هنا في الكلاستر الثاني برضو نفس الفكرة، افترض انه السنتر عندك هنا، بدك تحسب المسافة بين هاي وهاي 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 وهاي. تمام. برضو حيطلع انت عندك هنا summation.
تمام لمجموعة المسافات. هذا الكلام حطبقه على الكلاستر الأول والكلاستر الثاني. فجيت هدول التنين مع بعض، إيش بدك تسوي فيهم؟ بدك تجمعهم مع بعض، وهو هذا بيمثل أنت عندك السم الثاني، تمام بهذا الشكل. فبالتالي أنت فعليا بتقيس إنه قديش المسافات داخل الكلاستر إنه هي جنب بعض. هجيت نيجي ل المقياس الثاني اللي هو حكينا انه الكوهيشن وال الكوهيشن والايش حكينا كوهيشن والسيبريشن، تمام. فبالتالي السيبريشن انا كيف بدي اقيسه؟ اللي هو الاس اس بي اي اس اس بي بين كلاسترز. فبالتالي هي انا عندي كلاستر، تمام، وهي انا عندي كلاستر، وهي انا عندي كلاستر، تمام. فبالتالي بدي اقيس مسافات بين الكلاستر. لقيت هذا اس اس بي كل ما كان اكبر بيكون افضل، معنى ذلك انه كل ما كان انا عندي المسافات، معنى ذلك انه الكلاستر هذه سيبريتد، مش هو بقيس الكلاستر سيبريشن؟ كيف انه الكلاستر هذه سيبريتد؟ انه في مسافه بعيده بيناتها، تمام، نوعا ما، تمام. فبالتالي انت حتلاقي بدنا نقيس المسافه بين الكلاستر هذا والكلاستر هذا. لاحظ انه انا بدي اقيس المسافه، طرق القياس بين المسافه بين الكلاستر في عده طرق، زي ايش؟ المين والماكس والافريج، وانه انا استخدم السنتر. فبالتالي انا عندي هنا هاي المسافه الاولى، هاي المسافه الثانيه، وهي المسافه الثالثه. فالثلاث مسافات هدول ايش بدي اسوي؟ بدي اجمعهم مع بعض. عشان هيك انت عندك في المعادله هنا الاس اس بي انت في عندك سم واحده، تمام، اما هنا في عندك تو سميشن. هنا انت بيطلع عندك المسافات بين الكلاستر بدك انه انت تطلعها تعملها سميشن، تمام. هجيت هنا ممكن انه انا ادمج الكوهيشن والسيبريشن، ادمجهم في متغير واحد زي هيك زي ما انت شايف، واطبق هذا الكلام لما يكون الكي واحد، لما يكون الكي اثنين، تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انا عملت لينير كومبينيشن بيناتهم هنا. فخليني اوضح لك الامر. يعني انت ممكن انت تعمل جدول زي هيك، بتحط انت عندك هنا قيمة الكي، تحط 1 2 3 4 الى اخره، تمام. ممكن تحط عمود للاس اس اي، وتحط عمود للاس اس بي، تحط عمود اضافي اللي هو عبارة عن الدمج بيناتهم اللي هو الاس اس اي زائد اس اس بي. بدل ما تطلع على العمود هذا والعمود هذا، انت بتلاحظ انه بدل مثلا على سبيل المثال اصغر واحدة طلعت انت عندك هنا، وهنا اكبر واحدة طلعت انت عندك هنا. فعشان هيك انت بتدمجهم في مقياس واحد زي هيك، وبتيجي بتطلع انه يعني القيمة بتختارها بناء على العمود هذا، وهذا كلام انه انت حطبته، تمام. بس لاحظ انه انت عندك الكلاستر سيبريشن، انه هتلاقي انه الاختلاف تبعهم انه مش كتير، تمام. يعني بمعنى اخر، ممكن انه انت الاس اس اي ترسم له رسمة وتلاقي انه انت عندك كل ما تزود عدد الكلاستر هي 1 2 3 4، ايش بتتوقع انه يصير انت عندك في الاس اس اي؟ انه الاس اس اي راح تلاقيه انه هو بيقل كل ما زاد عدد الكلاستر، صح؟ لانه كل ما انت تختصر انه نقاط معينة في كلاستر هي راح تكون اقرب لبعض، غير لما انت تدمجهم في كلاستر كتير كبير، تمام. فبالتالي انه الاس اس اي
انه بيقل انت عندك، يعني كل ما زاد انه عدد الكلاستر. اما الاس اس بي اللي هو المسافه بين الكلاسترز هذه، انه انت حتلاقي انه انه انت تعتمد على مقياس انه هو انه هو تزيد لك المسافات بين الكلاسترز، ففعليا انت حتلاقي انه انت كل ما يتولد عندك كلاستر اكثر بيصير في عندك مسافات، لكن مش بالضرورة انه هي تكبر بدرجة كتير كبيرة. واضح؟ يعني انت عندك هنا زي ما حكينا، نرجع للرسمة هاي. بياخد شوية وقت لما نشتغل البروجيكتور. هو بيطلع على الكلاس ليبل، على العمود تبع الكلاس ليبل في كل كلاستر. تمام؟ كيف؟ بدك انسوبرفايز، بدك تستخدم اس اس اي، لكن اذا الداتا سيت هذه فيها ليبل واضح من البدايه، تمام، زي مثلا على سبيل المثال الهاوس برايس، بيجي بقول لك الهاوس برايس انه احنا نعمل بريدكت لسعر البيت، او بيجي بقول لك الهيلث، بدنا الكلاس ليبل انا عندي انه في تشخيص بوزيتيف ولا نيجاتيف مثلا. فبالتالي اذا كان في كلاس ليبل واضح من البدايه وبدك تطبق كلاسترنج، طبعا تطبيق الكلاسترنج انه انت بتوصف البيانات، يعني انه انت بتجيب السنتر تبع الكلاسترز تبعونك، تقدر انه انت على سبيل المثال تكتشف انه هل في فئات تانية او هل في تقسيمة تانية غير تقسيمة اليس والنو للكاستمر، او مثلا انه زي هيك يعني. فبالتالي انه انت ممكن انه تستعين بهذه الشغلة عشان انه لانه احنا حسب ما نشوف عملي، انت بعد ما تعمل، بعد ما تطبق كلاسترنج ايش حيصير معك؟ حتقدر انه انت تعمل اساين لكل نقطة بالكلاستر تبعها، وكأنه بتضيف عمود جديد ايش اسمه كلاستر ليبل، فبالتالي انه بصير في عندك تقسيمة جديدة انه هذا كلاستر 0، هذا كلاستر 1، هذا كلاستر 2، والكلاستر ممكن انه انت تعطي له اسم. تمام؟ يعني انه مثلا الكلاستر 0 انه تقول انه هذه مجموعه الكاستمرز اللويال مثلا على سبيل المثال زي هيك، فبالتالي انه انت بتستبلها، فبالتالي انت بصير في عندك اضافه انريتشمنت لمعلومه جديده اللي هي انه من خلال الكلاستر. بالضبط. اه، فكنا نحكي في الاس اس بي، انت لاحظ انه انت كل ما زودت الكي كل ما زود عدد الكلاستر انت عندك، فبالتالي انه عدد الكلاستر انت حتلاقيه انه هو الاس اس بي بيزيد، ولكن انه بحد معين، يعني انه مش انه هو راح يزيد يعني زي هداك، لانه انت عندك هنا 3 كلاسترز زي هيك، لاحظ انه المسافة هذه زائد المسافة هذه زائد المسافة هذه، تمام زي هيك. طيب لو احنا عملنا ايش؟ عملنا كلاستر رابع زي هنا زي هيك، ايش راح يصير انا عندي؟ تمام، راح تنضاف لهم انه بدنا نحسب المسافه، عفوا بدنا نحسب المسافه هذه كمان، والمسافه هذه والمسافه هذه تنضاف على المسافات، معنى ذلك انه الاس اس اي، عفوا الاس اس بي بيزيد كل ما زاد الكي انت عندك. تمام، وهكذا. فبالتالي نرجع هنا انه انت دمجناهم هنا بطريقه دمج ساذجه، تمام، بلينير كومباينيشن، وهنا قلت انا قررت بدي اطلع على الاكثر. ممكن انت هنا تدمجهم بويت. كيف يعني بويت؟ يعني على سبيل المثال تضرب هذا على سبيل المثال ب 0.8،
تمام، بوينت 8، وهذا تضربه ببوينت 2، فبالتالي انت اديت اهميه للاس اس اي عن الاس اس بي بهذا الشكل. تمام، ممكن تعمل لينير كومبينيشن بهذا الشكل، يعني نطلع انه تحاول تطلع مين افضل شغله. هلقيت احنا حنشوف ممكن نحن نعتمد على كومبينيشن ميثود ثانيه. هذه السلايد بتشرح موضوع الكوهيشن، هي عبارة عن مسافات داخل الكلاستر، أما السيبريشن هي عبارة عن مسافات بين الكلاسترز، يعني عشان للتأكيد على النقطة هذه. كيف؟ بين البوينت في السيبريشن، مش حكينا إنه إحنا في عنا ما هنا حكينا انه المسافه بين الكلاستر ممكن انه حسابها بطرق عديده. تمام، انه انت ممكن تستخدم الماكس، ارجع لهنا، هنا ايش بحكي لك؟ هاو تو ديفاين انتر كلاستر ديستانس، مسافه بين الكلاستر. ايوه، حطيت لك سيميلارتي علامه استفهام، كيف بدي احسب المسافه بيناتهم؟ فالطريقه الاولى من بتحب تشوف اقصر مسافه بين الكلاسترين من الحد هذا مع الحد هذا، ماكس اقصى مسافه او اقصى نقطتين هي اللي تعتبرها انه مسافه بين الكلاسترز ككل، او الجروب افريج، تاخذ كل نقطه من هنا بتحسب المسافه بينها وبين كل النقاط في الكلاستر الثاني، وبتكرر هذا الكلام لكل النقاط، وبعدين بتاخذ الافريج، عشان هيك اسمه جروب لينك او جروب افريج. تمام، او المسافة بين السنترويد. ففي عدة طرق انه انت ممكن تعتمدها انه انت تحسب المسافات بين الكلاستر، فبالتالي انه هنا بورجي لك انه بيحاول يوضح لك الفرق بين المسافة داخل الكلاستر اللي هو كوهيشن، السيبريشن هي مسافات بين الكلاسترز، وهنا موضح لك انه هو بيستخدم الجروب افريج. تمام، نيجي ل ميجور جديد. شفنا انه احنا ممكن نستخدم الاس اس اي لحال، او ممكن نستخدم الاس اس اي مع الاس اس بي. تمام، هنا بدنا نستخدم مقياس جديد اسمه سيلويت كوفيشنت. تمام، لقيت هنا بقول لك انه السيلويت كوفيشنت بيعرف متغيرين الاي والبي. الاي ايش هي؟ هي عبارة عن الافريج ديستانس للاي، طبعا هذا الكلام انت حتطبقه لكل individual بوينت. يبقى لكل بوينت انت ايش بدك تحسب المسافه بينها وبين كل النقاط في الكلاستر داخل الكلاستر. تمام، هذا ايه يعني؟ بمعنى انه انت بدك تحسب كل نقطه، لنفترض ان النقطه هذه هي حسبت المسافه بينها وبين كل النقاط داخل الكلاستر. تمام، تاخذ له ايش؟ الافريج اللي هو المجموع على العدد. اما المتغير بي، الباراميتر بي، هو عبارة عن الـ average distance لكل point i وكل النقاط مع الـ clusters الثانية. فلاحظ انت عندك هنا هي موضح لك اياها هنا في الرسمة، شايف انت عندك هي هنا بتحسب هي الـ a اللي هي عبارة عن المسافة بين النقطة i وكل النقاط داخل الكلاستر. اما بي هي المسافه بين نفس النقطه، تمام، والنقاط اللي في الكلاستر الثانيه. هجيت انت بتحسب افريج وبعدين بتحسب مينيموم. ليش بتحسب افريج وبتحسب مينيموم؟ لانه تخيل انت عندك هنا هذا كلام، انت عندك كلاستر واحد، افترض انه انت انه انا في عندي هنا كمان كلاستر. تمام، فانت ايش حتسوي؟ حتحسب المسافه بين الاي برضو، فهنا حتاخذ افريج، وهنا برضو حتاخذ افريج. تمام، بعدين ايش بدك تاخذ بين هدول؟ بدك تاخذ المينيموم، عشان هيك انت عندك هنا
عشان هيك انت عندك هنا ايش بحكي؟ بحكي انه بده ياخذ المينيموم، بده ياخذ المينيموم للافريج ديستانس للنقطة اي والنقاط في الكلستر الثاني، فحيطبق على الكلستر الاول، الكلستر الثاني، الكلستر الثالث، بيطلع عندك مجموعة قيم ايش بتاخذ المينيموم بيناتها. فبالتالي انه السلويت كوفيشنت هي عبارة عن اس بتساوي اي ماينس بي على الماكس اي بي. هذه هي المعادلة اللي بتطبقها. هذه القيمة حسب المعادلة يفترض تكون بين الواحد والماينس واحد والواحد. عادة في الغالب راح تطلع معاك بين الصفر والواحد، كل ما كان الرقم هذا أقرب للواحد كل ما كان إنه أفضل. إيش معنات هذا الكلام؟ تحسب أنت عندك لما يكون أنت عندك الكلاستر، طبق للألجوريثم A بتشوف الكلاسترينج، طبق للألجوريثم B بتشوف الكلاسترينج. الألجوريثم اللي بيطلع السلويت كوفيشنت أعلى هو الأفضل، أو ممكن تطبقها عشان أنت تحدد عدد الكلاسترز كي 1 2 3 4، بتطبقها لما كي 1 2 3 وبتحسب السلويت. الكي اللي السلويت تبعها اعلى شيء هي الافضل، تمام؟ فهذا كلام حتلاقيه خليني اقفز هنا. لاحظ انه هاي السلويت، تمام، هاي يطبق لكلاستر كي بتساوي 1 2 3 4. لاحظ انه لما كان الكلاستر 2 جاب انت عندك السلويت 0.4 اعلى من بقية النقاط، فبالتالي انه عدد الكلاستر الافضل اشي هي 2 في السلويت، تمام. طيب نيجي لطريقة ميجر جديد، ايش اسمه؟ اللي هو الكوريليشن. الكوريليشن بقيسه between two matrices. الماتريكس الأولى، تمام، هي عبارة عن البروكسيميتي ماتريكس، تمام، هذه عبارة عن ديستانس ماتريكس، والماتريكس الثانية اللي هي السيميلاريتي ماتريكس. السيميلاريتي ماتريكس طبعا البروكسيميتي والسيميلاريتي انه انا بيكون في عندي صف واحد، يعني بيكون عندي صف لكل النقاط وعمود لكل النقاط، تمام، وبحسب ببدأ أعبي في القيم، بيكون إنه المسافة بين كل نقطة والنقطة الثانية بين كل زوج من النقاط واحد إذا كانوا في نفس الكلاستر، صفر إذا كانوا في كلاستر مختلف، تمام. فبالتالي أنت عشان تتخيل هذا الأمر خليني أوضح لك إياها بهذا الشكل. حيكون في عندك two matrices، تمام، الماتريكس الأولى اللي سميناها بروكسيميتي، تمام، حكينا عندك بي واحد بي اثنين بي ثلاثة نقط 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 بقية النقاط، وهنا برضو نفس الفكرة بي واحد بي اثنين بي ثلاثة نقط 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 بهذا الشكل، تمام. حكيت البروكسيميتي، انت عندك الدياجونال هذا حيكون اصفار، صفر مسافه بين صفر بي واحد وبي واحد صفر، بين النقطه ونفسها بي اثنين وبي اثنين برضه صفر 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 وهكذا. حكيت مسافه بين بي واحد وبي اثنين مثلا على سبيل المثال طلعت بوينت 3، وهذه حتكون برضه نفس الشيء بوينت 3، بي واحد وبي 3 حتكون مثلا بوينت 2 وعشرين وهكذا. فانت في عندك قيم، هذه الماتريكس الاولى. الماتريكس الثانيه ايش اسمها؟ زي ما حكينا انه السيميلاريتي ماتريكس، نفس الكلام بي واحد بي اثنين بي ثلاثة، تمام، وهنا بي واحد بي اثنين بي ثلاثة نقط نقط نقط. ايش حكينا؟ انه في السيميلاريتي ماتريكس ايش بعبي؟ اذا كانوا النقاط في نفس الكلاستر بحط واحد، في كلاستر مختلف باجي بحكي انه بي وبي هذول الاثنين نقطة ونفسها في نفس الكلاستر واحد، بي واحد وبي اثنين في نفس الكلاستر لا مش في نفس الكلاستر، بي واحد وبي ثلاثة في نفس الكلاستر اه في نفس الكلاستر،
هذه لا مش في نفس الكلاستر، هذه في نفس الكلاستر، في نفس الكلاستر، وهكذا. تمام؟ ايش بنروح بحسب؟ بروح بحسب الكوريليشن بين انه هذول التو ماتريسز. تمام؟ حكيت كل ما كان الكوريليشن اعلى كل ما كان افضل، يعني انت احسبها بالمنطق. اذا انت حسبت الكوريليشن بين هدول التو ماتريسيز، فانت فعليا بتشوف انه النقاط اللي بين النقاط اللي في نفس الكلاستر المسافة بيناتها قريبة جدا. النقاط اللي في نفس الكلاستر اللي هي عندها وحايد حتلاقي انه المسافة بتقترب من الصفر. تمام؟ فبالتالي في كوريليشن في هذا الشكل. فبالتالي انه هنا على هذا الاساس انت زي ما انت شايف انه النقاط هنا في ويل كلاستر. تمام؟ ما دام في ويل كلاستر انت عندك هنا الكوريليشن 92 بهذا الشكل. هذا ويل كلاستر ولا مش ويل كلاستر؟ مش ويل كلاستر، لاحظ هذا عبارة عن راندوم بوينتس. تمام؟ طبقنا عليهم الكي مين، طلعنا عندي هذا الكلاستر. اجينا شفنا الكوريليشن بين التو ماتريسيز اللي احنا حكينا عنهم، لقينا ان الكوريليشن اقل. وزي ما انت شايف هنا الرسمه هذه مش كريسب. ايش معناته كريسب؟ تمام؟ كريسب انه يعني انه انت في عندك زي ما انت شايف في عندك مناطق فاصله بين النقاط. انت عندك هاي البوينتس، انه عندك انا عندي 100 نقطه هنا، هي 1 2 3 4 لغايه ال 100، وهنا نفس الشغله 1 2 3 4 لغايه ال 100. وزي ما انت شايف انت عندك النقاط هذه انه الكلاستر بيناتها او الكوريليشن بيناتها انه كريسب. هذه مش كريسب. تمام؟ هذه مش كريسب، معنى ذلك انه الالوان متداخله كثير، انه ما فيش حد فاصل للالوان. هاي كريسب. تمام؟ فبالتالي يفترض انه الكوريليشن تبع هاي انه يكون كثير كبير. اوكي؟ طيب حقيقة خلصنا الميجورز لغاية الآن. أخذنا كم ميجور؟ أخذنا الأس أس إي، أخذنا السلويت، تمام، وأخذنا الكوريليشن. تمام، الآن بدنا نيجي نشوف إنه كيف ممكن أحدد، أستخدم الأس أس إي عشان أحدد أفضل عدد للكلاسترز. حقيقة الأس أس إي حسب المنطق زي ما حكينا، لو أنت إجيت رسمت الكيرف بين الكي والاس اس اي، هتلاقي انه الاس اس اي بيقل كل ما زاد عدد الكلاسترز، وهذا كلام منطقي. تمام؟ كل ما صغرت الكلاستر كل مسافة، يعني كانت المسافات انت عندك بين النقاط اصغر ما يمكن، فبالتالي الاس اس اي حيكون اقل ما يمكن، غير لما تكون انا عندي كلاستر كبير وفي مسافات متباعده بين النقاط. تمام؟ فبالتالي هذه كلام معروف. فبالتالي هل بنفع ان انا اجي اقول والله افضل كلاستر انا عندي 30، بما انه ال 30 هي اقل اس اس اي؟ مش صح. ليش؟ ايش السبب؟ لانه مش عملي، مش يعني مش براكتيكال على الاطلاق انت تيجي تقول انه والله بدي اقسم الكاستمر انا عندي، وبناء على التقييم هذا انه ال 30 كلاستر هو افضل شيء، فبالتالي بدي اعمل لي 30 مجموعه على الكاستمرز. لا، انا بدي تقسيمه معقوله للكاستمرز، وفي نفس الوقت انه تكون ويل كلاستر، انه يكون الاس اس اي معقول. فكيف بدنا نجيبه؟ بحكي انه على ايش بدي اطلع، يعني خليني اعمل دبليكيت لهاي. تمام، هيك صارت اوضح. وباجي هنا بقول انه انا بدي ادور على نقطة الفرق فيها بين الاس اس اي السابق واللاحق كتير كبير. تمام؟ و عفوا، بين كل كي
والسابق تبعها انه فرق كبير، وبين وكذلك الفرق بينها وبين اللي بعدها قليل جدا. يعني خذ لي هذه النقطة، شوف لي الفرق بين هاي وهاي، فرق كتير كبير، نزل الاس اس اي بشكل كتير كبير، تمام؟ خلص خليني نازل مش مشكلة. طيب هاي بين النقطة هاي والنقطة هاي، لاحظ انه الاس اس اي برضو نزل بشكل كتير كبير، تمام؟ طيب بين النقطة هاي والنقطة هاي مثلا على سبيل المثال الاس اس اي ما فيش فيه فرق كتير كبير، فبالتالي بقدر اجي اقول انه والله افضل كلاستر انا عندي هو 10، لانه فعليا انا جبت اصغر عدد ممكن من الكلاستر وفي نفس الوقت اقل اس اس اي، لانه انا لو استمريت انا عندي اخترت 15 20 25 مش حيكون في اختلاف في الاس اس اي. بالضبط، انا بدي تقسيمه قليله للكاستمرز، تمام؟ بدي اعملهم سيجمنتيشن، اقل عدد ممكن من 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 ال يعني 10 مجموعات، اوكي معقوله، وهذه لها اقل اس اس اي. فبالتالي حنشوف كيف ممكن انه احنا نجيب هذا الحد، فبالتالي انه انا ممكن اجيبه يعني بهذه الطريقه انه انا اطلع على الكيرف، تمام؟ طيب لاحظ هنا كم كلاستر انا عندي فعليا، يعني خليني اعمل برضو دوبليكيت لهاي. وهنا انا عندي هاي الكلاستر الاول، هاي الكلاستر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، 6 كلاسترز، تمام؟ 6 كلاسترز. فانت لاحظ هنا عندي الستة، هاي الخمسة وهي الستة، تمام؟ هاي الستة. لاحظ انه انت عندك لما كان 5 و6 نزل الاس اس اي بشكل كتير كبير، تمام؟ حقيقة الستة والسبعة نزل الاس اس اس بمقدار ضئيل جدا، تمام؟ فبالتالي انه انا ممكن اعمل خط زي هيك، تمام؟ انه من خلاله بديت او حددت انه المنحنى بدا يطلع بشكل كتير كبير، وهذا الكلام احنا شفناه في الدي بي سكان، انه انا لما بدي اجي احدد لازم احدد الني تبع الكيرف، لما يكون في عندي كيرف زي هيك، كيف بحدد انه المنطقه اللي بدا المنحنى يطلع فيها بشكل كتير كبير، فبعمل خط زي هيك موازي، تمام؟ للخط اللي بثبت فيه زي هيك، بعمل زي هيك، فبالتالي انه عند النقطه هذه بقدر اقول انه هذه انسب كي بهذا الشكل. فبالتالي احنا لو عملنا انه خط هاي هذا الخط، وهي عملنا خط موازي معاه زي هيك بهذا الشكل، فبالتالي انت بتطلع انت عندك 6 افضل كي بهذا الشكل، تمام؟ نيجي نشوف عدة طرق. الطريقة هذه اللي انا حكيت لكم عنها ايش اسمها؟ اسمها الالبو ميثود. الالبو ميثود زي ما حكينا انه انا باجي بطلع انه الفرق بين الاس اس اي لما كان 3 وصار 4 نزل، صح درجة كتير كبيرة، لكن بين 4 و5 في فرق، يعني انت طلع يعني هنا لو حطيت لي هنا هذه عملت خط زي هيك وخط زي هيك، في فرق في الاس اس اي؟ ما فيش فرق، فبالتالي انه 4 هي افضل شيء. السلويت حكينا انه اعلى قيمه انه هي اللي بدي اعتبرها، فبالتالي انه هنا اعتبر انه افضل كلاستر 4، هنا افضل كلاستر 2. نيجي نشوف طريقه ثالثه. الطريقه الثالثه اللي هي ايش اسمها؟ اسمها جاب ستاتستيك ميثود. جاب ستاتستيك ميثود، الجاب ستاتستيك ميثود مثل السلويت، انه اللي اعلى قيمه للجاب ستاتستكس الكي، تمام؟ هي انا طلع انا عندي بوينت 3 هي افضل كلاستر، فبالتالي الملخص انه الالبو حكى 4، السلويت حكى 2، الجاب ستاتستيك حكت 4، فبالتالي في اجماع على انه الاربعه كلاستر انه هو افضل كلاسترين. فحكيت شرحت لكم هي، حطيت لكم الالبو ميثود، تمام؟ انه
لأنه هي الطريقة الشائعة أو الأكثر شيوعاً، إنه عشان أنا أحدد أفضل عدد من الكلاستر، أول حاجة إنه أنا بدي أحسب أطبق الكلاسترنج ألجوريثم وليكن كي مين على سبيل المثال، لأنه هذا الكلام أنت ممكن تطبقه على أي خوارزمية. تمام؟ وهنا بتيجي بتقول إنه لقيم مختلفة للكي 1 2 3 لغاية العشرة، كل مرة بروح يعني بطبق الخوارزمية، يعني ما طبق الكي مين لما الكي 1، طبق الكي مين لما تكون الكي 2 3 4 وهكذا. هاجيت لكل كي ايش بدك تحسب؟ بدك تحسب ال within cluster sum of square، المسافات الداخلية داخل الكلاستر، هي الأساسية. تمام؟ هي وحطيت لك إياها بين قوسين الأساسية. تمام؟ بعدين ايش بدي أسوي؟ بدي أروح ألسم الكيرف بين الأس أس إي والأكوردنج نمبر أوف كلاستر، وبعدين بدي أوجد مكان البند أنا عندي الانحناء أو الني في البلوت، اللي هو وين ما صار أنا عندي طالع بشكل كتير كبير، برسم الخط هذا بيكون أنا عندي هو الأوبتيمال نمبر تبع الكلاستر. لاحظ إنه هنا لو أنت قلت والله أربعة، يعني هنا لو قلت أربعة أو خمسة مش إشكال كتير كبير. وين الإشكالية؟ الإشكالية إنه أنت تختار مثلا إنه تختار عدد خاطئ من الكلاستر، تيجي تقول على سبيل المثال اثنين، أو تيجي تقول على سبيل المثال تسعة. هذه مشكلة كتير كبيرة، إنه أنت عندك عدد كبير كتير من الكلاسترز، تمام؟ والأس أس إي تبعه مش فرق بينه كتير كبير بينه وبين الأربعة أو الخمسة يعني. تمام؟ طيب، فآخر يعني كلام أو آخر ملاحظة على الكلاسترينج، انه زي ما انت شايف انه الفاليديشن تبع الكلاسترينج يعني مهمه صعبه. ليش؟ لانه انت بدك تعيد تجارب كتير، مره تطبق الكلي 1 2 3 4 5 6 وتحسب الاس اس اي وتحسب افضل اس اس اي. تمام؟ فبالتالي انه انت تقدر فعلا انه انت تحدد ايش افضل كلاستر، انه هذا بيتطلب خبره وبيتطلب شجاعه كتير كبيرة، لأنه فعليا أنه هذا يعني هذا المجهود مجهود صعب لو أنت بدك تيجي تطبقه في الكلاستر أناليسيس، فأنت حتلاقي حالك أنه أنت بتعمل تجارب كتير عشان أنه أنت تقدر تحددها. فهيك تقريبا بنكون خلصنا موضوع الكلاستر فاليديتي. تمام؟ في أي سؤال في الكلاستر فاليديتي؟